السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أمر اسمه سويتش. سويتش يعني إيه؟ يعني عندي معلومة معينة فبتأكد من أكتر من حاجة. لو هي أحمد هيكتب مثلا إن هو ناجح، لو هو مثلا علي هيكتب مثلا إن هو ساقط، وهكذا. تمام. طيب هكتب هنا مثلا إن أنا عايز بوتوم أهو، وعايز تكست، تكست بوكس طيب البوتوم ده هيعمل ايه لما ادوس عليه؟ هيعمل تشيك على الكلمه اللي مكتوبه جوه. فممكن بنستخدم امر اف او فور او. دلوقتي هناخد مثلا سويتش، سويتش، واقول له مثلا افحص لي التكست بوكس. تمام، شوف لي التكست اللي جواه. طيب بعد كده هقول له افتح لي بقى الاقواس بتاعت ديت. جوه بقى هنبدأ نكتب الأوامر بتاعتنا، زي مثلا كيس 1، كيس اللي هو إن هو يكون اسمه مثلا أحمد. تمام، أحمد، وبعد كده هحط نقطتين وأدوس إنتر. أكتب بقى الأوامر اللي هتحقق لما يكون فعلا أحمد. فهكتب له بقى مثلا مسج بوكس دوت شو، هيظهر لي بقى الرسالة اللي هي مثلا إيه، اي معلومه. مثلا ممكن يكون الاسم يطلع للتاريخ، يطلع لكذا، زي ما انت عايز. ممكن اقول له مثلا ايه، هلو احمد على سبيل المثال. طيب بعد كده هقول له بعد المسج دي اعمل بريك. بريك يعني ايه؟ يعني خلاص احنا وصلنا للمعلومه اللي احنا عايزينها، مش عايزين نكمل. طيب بعد كده هقول له كيس لو هو اسمه معاذ. تمام، ده ساعتها المسج بتاعتنا دوت شو، وهقول له هلو معايز، طبعا بين اقواس. وفي الاخر بقى سيمي كولن، وبعد كده هقول له بريك، يعني ما كملش بقى الامر بتاعك. تمام، طيب في هنا سيمي كولن. طيب لو كتبنا بعد كده كل الاوامر وبعد كده خلاص خلصنا، بقول له ديفولت. ديفولت يعني ايه؟ يعني لو ما فيش ولا واحده من دول اتحققت، ادي احط بقى الحاجات ديت اللي هي مسج بوكس وبريك. مسج بوكس هنقوله مثلا ان الاسم مش موجود، خلينا نكتبها بالعربي، الاسم غير موجود. تمام، طيب بعد كده هقول له بريك، ويأدي له السيمي كولن، وبقى كده الأمر بتاعي خلص. طيب خلينا نجرب، هقول له ستارت. طيب لو هنا مكتوب أحمد، طيب لو مكتوب معاذ، هلو معاذ. طيب لو مكتوبة أي حاجة تانية، الاسم غير موجود.